أحمد، شكرا للدعوة الكريمة، ودعني أبدأ بالقول بتغريدة أنا وضعتها قبل الانضمام لهذا البرنامج القيم، وصفت بالضمور. هذا ضمور إيراني لأنه ذاتي، هو أكثر منه خارجي، هو يعود لأسباب ذاتية تتعلق بالنظام الإيراني، نظام ملالي. هو يعاني من أزمات اقتصادية متراكمة بفعل العقوبات الكريبلينج سانكشنز التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، وأيضا يعاني من مشاكل تولدت عن هذه العقوبات الاقتصادية، عبرت عن نفسها بعديد من مظاهر التململ في الوسط الإيراني الشعبي، أخذ طابع إثني في منطقة الأحواز العربية مثلا. هناك تململ واستياء من الخدمات في إيران، استياء من الشعارات ورفع الخطاب السياسي بشكل وجاهي مع إدارة ترامب، وأعطى الأمل بأن إدارة بايدن سيتم الانصياع التام والعودة لاتفاق النووي الإيراني ومن ثم رفع العقوبات، وتبين أن هذه كلها أشبه بما تكون بالسراب. فهذا أدى إلى نوع من الانكماش، وأنا أسميت الضمور لأنه يقوم على أسباب ذاتية موضوعية. هذا طبعا لا يعني انتفاء العامل الخارجي الذي يلعب دور المحفز، وأعتقد أن المحفز الأساسي هو استمرار الضغط الأمريكي بالرغم من اختلاف الإدارة. حتى هذه الإدارة الراهنة، إدارة بايدن أو أوباما الثالثة، ما زالت تواصل الضغط على إيران، وإن كانت لأسباب مختلفة عن التي قام بها ترامب. وأيضا وهو الأهم، الضغط العسكري الأمني الذي تقوم به إسرائيل، سواء كان بسلسلة التصفيات في داخل إيران كالعالم النووي، أو في قضية التقنية العالية التي استخدمت في الاغتيال وهو الروبوت، أو الهجمات التي يعني تعطي نوع من الانطباع بأن هناك وجود على الأرض داخل إيران لإسرائيل، للاستخبارات الإسرائيلية، وذلك من خلال التفجيرات والحرائق التي لا تفسير لها من الناحية المقنعة على الأقل للشعب الإيراني. وأيضا وهذا أختم به، هو الضربات المدروسة والانتقائية على الأراضي السورية، بحيث لا تصطدم اصطدام الاشتباك لا مع السوري ولا مع الروسي، هي ضربات أشبه ما تكون بالاجتراحية، موجهة لإيران، توجه رسائل مزدوجة لطهران ولدمشق، مفادها أن الوجود الإيراني لن يسمح له بالاقتراب من المناطق الحساسة أو قطع الخطوط وتجاوز الخطوط الحمراء. كان خط أحمر واضح بالنسبة لجنوب سوريا، هناك خط أردني وإسرائيلي بعدم السماح لميليشيا إيران بالوجود في هذه المنطقة، وقد تم تطهير درعا من التنظيمات الإرهابية بشقيها، الموالي لإيران والذي يوالي القاعدة والتنظيمات الإسلامية الإرهابية المتطرفة. وأيضا في المقابل هناك ضربات نوعية تحاول، وكما تبدو من الخارطة حتى في العرض الذي قمتم به في بداية هذا البرنامج، هو عمليا إزاحة إيران بعيدا عن مناطق التماس نحو الشرق وتنحسر باتجاه العراق. وهذا يشير مرة أخرى إلى تشابك هذه الساحات، ليس بمعزل عما جرى في العراق، وهي هزيمة سياسية من المعيار ثقيل جدا. سنأتي إليها أستاذ بشار.